بس كام، معايا 3 أولاد، اتجوزت عندي 13 سنة، كنت عيل بلعب، حتى بعد ما اتجوزت برضه كنت بلعب مع العيال. هلا جميل، 43 سنة، أنسة. فايزة، اتجوزت بنت 12 سنة، خدت ولد عمي، بعد 30 سنة ساعة أبوه وأمه مات. أنا اسمي كميلة، اتجوزت بعد الثلاثينات. في الثلاثين سنة دول كنت مخلفة 7 يعني. لازم تكون متجوزة صغيرة، يعني بيقول لك بعد ما تعدي 13 14 سنة ده خلاص ده عانس. السعيد عنده كده، عايز يجوز البنت بعد 12 13 سنة بالكثير قوي. شفت المضايقات من الناس ومن اللي كان معي في البيت برضه، دي مش هتتجوز، دي قعدت، دي اتجوزت كبيرة مش هتخلف، يعني الحاجات دي. لا طبعا انا شايف حاجه مختلفه، الجواز مش تحت شرط يكون ضروري، المجتمع اللي حوالينا بيحتم ان الواحد يتجوز. ابويا ما كانش حد يقدر يقف مع اللي يقوله هو اللي يتنفذ. طب يا ابويا انا مش هتجوز دلوقتي، قال هي كلمه. ما كنتش بعرف اي حاجه، ما كانش عندي اي مسؤوليه، جوزي كان بيسافر ويسيبني بسنتين ثلاثه، وما كنتش عارفه اي حاجه في الدنيا خالص. المشكله عند الناس نظره المجتمع للبنت اللي مش متجوزه ايه، فهم حاطين قيمه الانسانه دي في الموضوع ده. والفرق في الحته دي فين، ان الواحده وهي صغيره ممكن خلفت في سن صغير، الكبيره ممكن برضه حتى بعد ما تتجوز بعيرها بالكلام يقول لها مثلا انت دي مش هتخلف، دي كبرت، دي كده. اه كنت قد كده صغيره ما عارفش حاجه، كانت امي معايا في نفس البيت، هي اللي كانت يعني نفعتني برضه. ربنا لسه ما عطانيش اطفال، فمن يوم ما اتجوزت وجيت الشارع هنا فبيقولوا لي يا ام فادي، ودي حاجه ما تسعدنا وتبسطني. او ما يبسطنيش ام فادي طبعا، ونفسي ربنا يديني طفل ان اسمي فادي، او ربنا كرمنا واداني بنت اسميها بتول. انا دلوقتي داخله احط للفراخ اكل، والصبح اقوم الساعه 6 برضه احط لهم اكل عشان مؤنسيني، وما اطلع فرط رجلي عشانهم، وبرضه بيجيبوا له بياضه ما اكل منه، اتغدى افطر اتعشى، عبات ما ربنا يحتني طفلي يونسني. يعني كلمة الناس، كلمة اللي يقولوها لك إن ما خلفتيش ومش هتخلفي لما توجع برضه، وكلمة الواحدة لما تقعد برضه بعد الثلاثين أو في الثلاثين ويقولوا دي كبرت، دي مش هتتجوز، دي قاعدة كده، دي خلاص عنست، دي من الكلام ده كله برضه. أنا شايفة إن ممكن يكون الجواز بيحد الإنسان بارتباطه بأسرته بس، يعني أنا بلاحظ مثلا لو واحدة عندها أطفال تبقى مشغولة مثلا طول اليوم بإزاي أعلم الطفل ده، إزاي أذاكره، إزاي، تحس إن هو مش بيشارك في المجتمع بره، هو كل دوره في أسرته بس. صغيرة، كنت صغيرة، هو أبقى طب جوزي مات ومعي 7 عيال أروح فين؟ اترمت على دراعي واتكفت على المكنة نلمع نهار. كمان كنت اجيب عنزه، اجيب بهيمه، المهم ان انا اطلع قرش منين ومنين، اني ما اخليش ولدي يحتاج لحد. المهم وقفت معهم لحد النهايه، لحد ما جوزتهم كلهم، وربنا يساعدني واجوز الثاني اللي الاخران عنه. رايي يعني السن هي الواحده كل ما تكبر اما تبقى عرفت طبعا اكثر، تفتح بيت، تحتمل مسؤوليه، تبقى شالت مسؤوليه نفسها. عبات ما كبرنا احتبر ما اتجوزناش، عبات ما كبرنا هوب لقينا معنا كم عيال وفي صغيرين وتهجلنا، يبقى ما عملش حد ان هو يتجوز كده، ما ننصحش حد ان يتجوز بنات 12 سنه ابدا. السن المناسب على الاجيال اللي بعد ما تخلص تعليم، ان كانت كليه تستنى ما تخلص كليه. حلوه الواحده تقدر تشيل مسؤوليه وتشيل بيت. الصغيره دي مش اما تفتح بيت وما تبقى مشاكل كثيره وكده. لكن نفسي لو ربنا عطاني بنت تعلمها اللي ما تعلمتوش انا اعلمه للبنت دي. وزي ما يقسمنا ربنا بعد كده تتجوز، بس ما تتجوزش في سن صغير عشان تكون عرفت مسؤوليه البيوت يعني والخلفه وكده. حتى لما يبقى معاها طفل ما بتعرفش تربيه، ما بتبقاش عارفه ان هي هتربيه هو ولا هتربي نفسها. لما حد يجيني العيال الصغيرين ما عشان مرضى اتجوز، اقول له حرام علي، انا شلت العيال الصغيره، كنت صغيره وشلت عيل ما كنتش عارفه اشيل. لا طبعا مش عايزاها تتكرر مع اي حد، ما هي خلاص هي حصلت مره وناس أخدت بالها من الموضوع ده، وفي ناس كتير عندها توعية يعني إن هي تجوز بناتها لما تكبر، ما تجوزهاش صغير. في ناس كتير بترتبط بعد حتى ما بتعدي سن مثلا 40 و45، وأحيانا في الستات مثلا بتتجوز أو الرجالة بتتجوز في سن 50. بس نفسي لو خلفت بنت ما تقعدش السن اللي أنا قعدت فيه، عشان ما حدش عاير البنت دي يوم من الأيام يقول لها اللي كبرت مش هتخلفي، يلي طبعا خلاص أنت معاد الخلفة فات.
فنفس كل بنت في السن يعني ربنا يوفقها ان شاء الله، ومحدش يعيرها بكلامي ووجعها.